أشعر بتعب شديد بعد أن سرت طوال اليوم. ولا بد أن نونو جائع، فلم نأكل شيئا منذ الصباح. أنا آسفة يا نونو، لا أملك النقود الكافية للإقامة في فندق. ترى ما حال جدي الآن؟ لا بد أنه يبحث عني. لو لم أسعى لرؤية الغريب لما وقعت في هذا المأزق. لا بد من الوصول إلى المدينة التالية قبل حلول الظلام. إن نوال غير سعيدة بالسفر وحدها، وهي تود لو تلتقي بجدها المسن ثانية، ولكن أين هو يا ترى؟ وكيف ستهتدي إلى مكانه؟ المكان؟ لا، جئت مع جدي، غير أننا افترقنا وأنا الآن مسافرة وحدي يا عزيزتي. غريب، وإلى أين أنت ذاهبة؟ إلى حيث توجد أمي. وهل أمك ضائعة؟ عجيب. والدي ضاع أيضا ولم يعد إلينا منذ كان عمري 4 أعوام. أخبريني رجاء، هل تعرفين مدينة تدعى مدينة السعادة؟ لم أسمع بها. ماذا؟ سمعت أنها قريبة من هنا، ولكن أين؟ هل فكرت أين ستقيمين الليلة؟ وهل معك نقود؟ حسناً، ماذا لو قبلت دعوتي؟ أنا أقيم عند السيد شامل، وهناك ستجدين مكاناً تأوين إليه. حقاً؟ بالطبع، هيا بنا. شكراً لك، شكراً. الواقع أني لا أعرف لأين سأتوجه بعد ذلك. في ذلك اليوم كانت نوال قد وصلت إلى بلدة جديدة، وهناك التقت بلينا وهي فتاة ظريفة مرحة. تفضلي. ألن يمانع السيد شامل؟ طبعا لا، الغرفة في الطابق العلوي. أنا لينا ومعي ضيفة. حسناً، ادخلي. تفضلي، هيا هيا. إنها مسافرة وحيدة ولا مكان تأوي إليه. حسناً، استريحي يا ابنتي. إني أشكرك، أشكرك كثيراً. أنا صاحب هذا البيت، هل تشعرين بالبرد؟ نعم، لن أنسى فضلك هذا. نوال، لماذا لا تأكلين؟ شكرا، لقد شبعت يا لينا. هاي نونو. إن نونو سرعان ما ينعس بعد الأكل، هذه عادته. لابد أنك متعبة أيضا، لما لا تذهبين للنوم؟ نعم، دعيها تنام في سريرك. وأين تنام لينا؟ سأشاركك السرير إذا لم يكن عندك مانع. لا بالطبع، هيا لننام معا، لا مانع عندي. حتى وقت قريب كنت أنام في نفس السرير مع شريكتي ريم. شريكتك؟ أعني صديقتي. ماذا حدث لها؟ قولي لي، أين ذهبت هي الآن؟ تركت المكان وذهبت. حقا؟ لا، عدة جميلة حقا. هكذا وجدت نوال مكانا تنام فيه، ولكن ماذا عن اليوم التالي؟ ترى أين ذهبت نوال وجدها وكيف يعيشان؟ في غضون ذلك كان الجد يقترب من البلدة نفسها وهو يبحث عن نوال. صباح الخير يا نونو. أين أنا؟ لقد نمت هنا ليلة البارحة.
هل استيقظتِ؟ أين ذهبت لينا يا ترى؟ لا عليك، لقد ذهبت إلى العمل. كما ترين أنا كبرت على العمل، وهي الوحيدة التي تساعدني الآن. ما هذه المناديل كلها؟ إنها من الحرير الطبيعي، ولكن انظري إلى العلامة المطبوع عليها، من الصعب إزالتها. انظري، هذا هو عملكم؟ أريد أن أساعد، ما رأيك؟ لقد آويتني الليلة الماضية وسأساعدك. شكرا لك. انتبهي. أنا آسفة. لا عليك، هل أصبت أيتها الصغيرة؟ لا. انتبهي خلال السير. هذه أول محفظة. أتشو أتشي أتشو. ثلاثتنا مصابون بالرشح. نعم، إن حظنا تعس جدا. إنه النحس الذي يرافقنا دائما. أجل، ألا تكن سخيفا. سحقا لك يا كبكوب، إنك لا تكف عن الأذى. إنهم ذاهبون للبحث عن نوال، سأسرع. نونو، لقد كنا محظوظين، فلينا والسيد شامل ضريفان معنا. يقول السيد شامل إننا نستطيع البقاء هنا. سأقبل هذا حتى يظهر جدي، كما أنني لا أملك نقودا، ولكن ورائي مهمة يجب أن أؤديها، أن أعثر على أمي. ماما! نوال! ماما! أمي حبيبتي! سأستمع إلى علبة الموسيقى. أين هي؟ العلبة اختفت! ليست هنا! لا أذكر أني أخرجتها من الحقيبة. أين اختفت يا تورا؟ ما الذي أوصل العلبة هنا؟ ما هذا؟ لابد أنه... هذه المناديل ليست جديدة بالكامل. لابد أن صاحب البيت هذا لص. هو لينا كذلك. سأهرب. أتشي! فرصة! سأسرق ساعاتهم! أتشي! هل أنت بخير يا سيدي؟ إنها مؤلمة. أنا آسفة. لا عليك، هل أصبت بأذى؟ غبي، إنها التي أصابتني. هذا صحيح. هذه أفضل من عمل يومين. كم الوقت الآن؟ أين ساعتي؟ لقد سرقت. وأنا مثلك يا سيدي. ماذا نشرت منك؟ حسناً، دعني أرى. هل نشلنا؟ يا لك من غبي، ماذا كان في جيبك؟ إذن فقد اكتشفت طبيعة عملنا. دعني أذهب أيها السيد شامل. مستحيل. ولكن لقد كشفت سرنا يا صغيرة. أعاهدك ألا أخبر أحدا. وأنت لم تدفعي ثمن المبيت. ماذا تقول؟ أنا لا أملك نقودا. هذا ما أعتقده بالفعل. إذن اعملي عندي، ستكونين شريكة لينا بدلا من ريم. ما رأيك؟ أخبريني. أنا أكون نشالة؟ لا. انظري، لابد أن هذه العلبة عزيزة عليك. هاتيها أرجوك. إذا أردتها فعليك أن تستحقيها. كيف ذلك؟ ستبدأين التمرين هذا اليوم، ولن يطول الأمر قبل أن تتقن النش. لا أريد أن أكون نشالة، أرجوك أعد العلبة إلي، أرجوك. أنا متيقن أنك ستكونين أفضل من لينا في المهنة. افترضي أني رجل يقف أمام واجهة المحل. هل ترين هذا المنديل؟ حاولي أخذه. هيا أسرعي. هذا خطأ، هذه الطريقة ستكشفك تماما في أول تجربة. اسمعي، عليك بإشغاله.
إما أن تدوسي على قدمه أو تتعمدي الارتطام به ثم اسحبي المنديل. لا أستطيع. لا تبكي، ستتقنين المهنة صدقيني، كما أنك ولينا سترثان هذه المهنة عني. نارثك؟ سأعلمك لتكوني نشالة ماهرة. ماذا تقول؟ النشل فن، فن استغلال خفة الحركة. أريد أن أورث هذا الفن لك، فعندك الاستعداد اللازم لذلك. سأصنع منك فنانة كبيرة. ولكني لا أستطيع أن أفعل ذلك. أرفض أي اعتراض، أتفهمين ذلك؟ يكفي يا معلم، لا تكن قاسيا معها، سأشرح لها الأمر. أنا سأعمل بنيابتي عنها. انظر ماذا أحضرت. هذا رائع، إنك تتحسنين يا لينا. انظري ما الذي تفعله لينا، إنها تضاهي أمهر نشال في العاصمة. ربما أكون الوحيد في المدينة الذي لا تستطيعين نشله. صحيح يا لينا. لن تنفعي نشالة. لا أريد أن أكون نشالة. ولكن ألم تسمعي ما قاله؟ قال إنه لن يعيد لك علبة الموسيقى. لا فائدة من إجباري على شيء أرفضه. بالمناسبة، ألم تحاولي أنت الهرب يا لينا؟ لو فعلت ذلك لتعرضت أمي للمشاكل. تقصدين أن هذا الرجل سيؤذيها؟ نعم، ما حصل هو أن والدي اقترض منه بعض النقود، وعلي أن أعمل لتسديد الدين. إنه قاس جدا. أمر غريب. في البداية بكيت كثيرا، ولكني اعتدت على هذه المهنة، وأنا واثقة من أنك ستعتادين عليها كذلك ولن تتذمري. ولكني لا أستطيع ذلك. سيضربك يا نوال، كما ولن يطعمك سوى الماء والخبز. إني أبحث عن أمي، وإذا ما انحرفت فإن أمي سوف تحزن، وعليه وحتى أجد والدتي سأتحمل العذاب. لا أريد أن أسبب لأمي عذابا آخر يا لينا، أتفهمين ذلك؟ شقية، كنت ستعطين الطعام لنوال. إني أشفق عليها يا معلم، إنك لا تطعمها سوى الخبز والماء. هل تريدين مزيدا من الضرب؟ أرجوك أرجوك لا تضرب لينا، أرجوك. لينا هي السبب، فقد جلبتك إلى هنا. سيدي، سأكسر يدك إذا امتدت إلى حاجاتي ثانية. أما أنت يا نوال، فإذا أردت الطعام الجيد فعليك تعلم النشل. هل أنت بخير يا لينا؟ أنا بخير. أنا آسفة، لقد تجاوزت حدودي. شريكتي ريم حاولت نفس الشيء في الماضي، فجلدها المعلم بالصوت عدة مرات، ولهذا هربت في نفس الليلة. مسكينة، لقد كانت ريم صديقتي الوحيدة. نوال، ابقي هنا وسنكون أصدقاء، إني وحيدة وبحاجة إلى صديقة. في أثناء ذلك وفي شوارع المدينة، كان ليث والغريب يبحثان عن نوال. لقد بحثنا في كل مكان ولا أثر لنوال. سنذهب خلف نوال. هل تعلم أين ذهبت؟ رجل رأى فتاة تمشي في الطريق الممتد بذلك الاتجاه، سنذهب وراءها. إنها نوال، تلك نوال بالتأكيد. هيا. ما بك أيتها الفتاة؟ ماذا؟ ما الذي تفعله هنا؟ كنت نائما. أمسكوا بها. لا تخافي يا صغيرتي، سأذهب لألقي نظرة. أين ذهبت؟ ربما ذهبت من هنا. اذهب الآن، لقد ابتعدوا. شكرا أيها السيد. بالمناسبة، ألم تشاهدي فتاة صغيرة في مثل عمرك قدمت من العاصمة واسمها نوال؟ أخبريني. حسناً. مع السلامة. ترى أين أنت الآن يا عزيزتي نوال؟ لا أستطيع البقاء هنا طويلاً يا نونو، فلن أتمكن من رؤية جدي أو أمي. لا بد من طريقة لاستعادة علبة الموسيقى والهرب. نوال، أين أنت يا نوال؟ هنا. ماذا تفعلين هناك؟ تحاولين الهرب؟ سامحيني. والعلبة؟ سأسرق المفتاح بعد أن ينام شامل.
ماذا؟ هل تعتقدين بأنك تستطيعين سرقة شيء منه؟ لا، ولكني سأحاول، فأنا لا أؤمن بالمستحيل يا لينا. ربما سيسمعنا. لم أعد أحتمل المزيد، فأنا أشعر بأن أحلامي على وشك التحطم. أنت محقة يا نوال، فهذا المكان لا يناسبك. لست مثلي يا نوال. لينا، أنت طيبة أيضا. لا فائدة، أنا جبانة ولا أعمل إلا ما أؤمر به. أمي وجدي سيحزنان إذا صدر عني أي تصرف خاطئ. جدك؟ إنها من العاصمة واسمها نوال. سامحيني يا لينا إذا كنت أنانية. لا عليك. لقد عزمت على سرقة مفتاح الخزانة. لا، لا تفعلي، فشامل سيجلدك. لا عليك، أنا لست مثل ريم، فهو بحاجة إلي وقد يعاقبني لاحقا. ولكنه سيؤذيك. اقتربي وسنضع خطة محكمة. رائع رائع. حسنا يا لينا، ما حصيلة العمل هذا اليوم؟ لم أوفق اليوم. بدأت تتكاسلين، لقد قلت بأنك ستعملين. أريد منك خدمة يا سيدي. ما هي؟ أريد أن أتدرب على النش. ماذا قلت؟ ما دمت سأعمل نشالة فعلي أن أتقن المهنة إلى درجة الاحتراف. كنت أنتظر منك هذا القول بفارغ الصبر. رائع. أنت الوحيد الذي أعتمد عليه. حقا؟ أخيرا أدركت قصدي يا فتاة. هاي أنت، هذا معلمي أنا. ماذا تقصدين يا لينا؟ بدأتما تتنافسان؟ أنا قبلك هنا وتحاولين منافستي. وما الخطأ في ذلك؟ إنه المعلم. أيته الوقحة. بل أنت الوقحة. أتفهمين ذلك؟ ابتعدي عني. قلت لك هذا معلمي. ابتعدي. كف عن القتال، كلتاكما عزيزة على نفسي. أنا المفضلة عنده. لا، من إنه يحبني عليك. كلتاكما طفلة لطيفة. نعم لطيفة. وحتى القطة لطيفة جدا. سنبدأ التمرين غدا. لا تنزعجا، سأدربكما أنتما الاثنتين. رائع، ما رأيكما؟ أدعو لك بالتوفيق والالتقاء بأمك. شكرا لك يا لينا، صنعت هذه اللعبة بنفسي، اقبليها مني. سأخبرك بشيء يا نوال، جدك في المدينة وستجدينه بالقرب من الجسر. ماذا؟ جدي؟ أرجو أن تسامحيني لأني لم أخبرك، كنت خائفة من أن تتركيني وحدي. وداعا. شكرا لك يا لينا. لينا لينا، لما لا تأتين معي؟ أود ذلك، ولكني لا أستطيع الإفلات من المعلم. مع السلامة يا لينا. مع السلامة يا نوال. لص لص. أنا لينا يا معلمي. لقد أفزعتني. نوال هربت. ماذا؟ هربت؟ لا لا، ذهبت وستعود لأخذ علبة الموسيقى بعد قليل. وتركت هذه الرسالة. آسفة لأني كذبت عليك. لا أعتقد بأني قادرة على العمل الذي تطلبه مني. أشعر بالأسف تجاه لينا. أرجو أن تعيدها إلى أهلها قبل أن تقع في أيدي الشرطة. لقد أخذت المفتاح واسترجعت علبة الموسيقى. نوال. نوال هربت. المفتاح. لقد سرقت المفتاح مني. تلك الطفلة تسرق مني المفتاح. لابد أنني تقدمت في العمر. نعم تقدمت. معلمي. لينا، لقد آن الأوان لأن نتخلى عن هذه المهنة القذرة. ما رأيك؟ ف...
صحيح؟ هل أستطيع ذلك حقا؟ نعم تستطيعين. ابتهجي يا سيدي، سأبقى هنا هذه الليلة فقط. أشكرك يا نوال. أدركت نوال اليوم مدى احتياجها لجدها صابر ووقوفه إلى جانبها بنصائحه وتشجيعه، وشعرت كذلك بكثير من السعادة والبهجة لهذا الدرس الذي وعته جيداً.